أول إشي عملناه الطبقة الأولى كانت عبارة عن البسكوت مع الزبدة. كل 100 جرام من الزبدة بتاخد 250 جرام من البسكوت، طحناهم حطيناهم بالأكواب. الطبقة الثانية كانت عبارة عن جبنة كريمية 400 جرام مع شوية كريمة سائلة ومع نص كوب من التوفي اللي أعددناه، يعني مفروض هذا يبرد وأحطه بالوصفة. فأنتوا أول خطوة اعملوها هاد أوكي. واتركوه على جنب حتى يبرد وتقدروا تدخلوه بالوصفة. بعدين بتطحنوا البسكوت وبتعملوا كل الخطوات. وبعدين حطيت شوي من الجوز المفروم برضو داخل الخلطة ووزعتها فوق البسكوت، وآخر شيء أضفنا التوفي المبرد وأضفنا المزيد من الجوز والشوكولاتة تبعت التوفي. نحتاج 250 جرام من البسكوت وبدنا 100 جرام من الزبدة. طبقتنا الثانية رح تكون 400 جرام من الجبنة الكريمية وربع كوب من الكريمة، وبدنا جوز محمص ونص كوب من التوفي اللي رح نعمله هلأ. هلأ رح نفرجيكم كيف تعملوه. والطبقة الثالثة اللي هي التوفي للتزيين، اللي هي 50 جرام من الزبدة وكوب سكر و175 جرام من القشطة حفظناه مع جوز محمص وشوكولاتة للتزيين. تمام. فهلأ يا عزيزتي هاي خلاص عملناها أنا وياك مليون مرة. بس زاكي كتير وبتوفر وقت. لا كتير. بس شوفي مش الكل بعرفها، لأنه كتير في ناس كانوا يسألوني إنه كيف نقدر نعمل توفي سريع. بطريقة سريعة. هاي سريع. هي فعلا. هاي 50 جرام من الزبدة بنحط عليهم كوب من السكر البني وبنحركهم شوي مع بعض. رح تحرك لنا إياهم روان الحلوة. أوكي. وطبعا الطبقة الأولى بهاي الوصفة هي بس بسكوت وزبدة، زي ما متعودين بالتشيز كيك 250 جرام من البسكوت بياخذ 100 جرام من الزبدة. أوكي. بتعملوا كميات، بتعملوا أكواب، بتقدروا ترصوهم بقالب. بس هاي طريقة التشيز كيك باردة مش تشيز كيك مخبوزة. عملنا كتير تشيز كيك مخبوزة بتلاقوها على موقع رؤية، حتى يعني حتى تشيز كيك الكراميل أو التوفي عملتها مخبوزة أنا. أوكي بس هاي باردة. هلأ هاي باردة بالضبط. أوكي. طيب عزيزتي خليني إذا بدك أقوي النار شوي عشان شكلها واطية. بعد ما يندمجوا مع بعض يصيروا زي المعجون بهاي الطريقة، رح ننزلهم. في عندكم خيارين، يا أما كريمة يا أما قشطة. أنا صرت ألاقيها بالقشطة أطيب وأسهل وأسرع أكتر. وهيك بتطلع ثيك، لأنها تكون طبعاً القشطة دائماً عندنا سميكة. فرح نحط معلب القشطة اللي عندنا. هو بصراحة أسهل نعمله بالوسك. أوكي. نعمله بهاي الطريقة عشان كله ينخلط صح؟ هلأ ديما هاي بديلة إنك تمسك الحليب المكثف المحلى تحطيه بالنار وتقعدي تغليه 3-4 ساعات. هاي بديلتها. أيها. ديما صح؟ هي 100%. هاي استعملناها للبنوفي باي. إذا بتتذكري كنتي معي وقت البنوفي طلع إيدي صارت جاهزة. بس بدنا نغليها. هلأ بدنا إياها نستنى عليها تغلي. لا تغلي وتعطي نفس طعم التوفي. نفسه 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 وأسهل وأسرع. صح. وبصراحة يعني بسيطة. 100%. خليها تغلي على راحتها. بعد ما تبرد بتصير عنا تقريبا بهذا القوام. هي هاي جامده زياده لاني من امبارح حاططها بالثلاجه. شايفين؟ بس خليني ارجع اخلطها. هي شايفه فصل. خلينا نرجع نخلطها مع بعض ونسخنها. هلا مع الخفق ترجع كلها. anyway احنا في عندنا واحده هون كمان جاهزه 100%. بس انا بفضل لما بننزلها على التشيز كيك روان تكون بارده، عشان هيك بدي استخدم المبرده ما تكون ساخنه. بس هيها رجعت. هيها 100%. شايفين كيف طلعوا؟ هاي انا عملتها من امبارح وحطتها بالثلاجه. شايفين هاي القوام؟ نفس التوفي اللي حضرناه. وبعد ما يبرد بيفتح لونه شوي صغيره. بصير بهذا القوام. هلا انا عندي هون ال 400 جرام من الجبنه الكريميه. رح اعمل كل شيء بدون خلاط، ما رح اعقد الامور. رح نحط عليه كريمه سائله، كريمه حلويات. وشوفي انا مو حاطه سكر بالوصفه لانه طبعا التوفي مليان سكر، بدنا ندخله جوا خلص بكده. فخلص يعني ما فيش سكر سكر لحاله. نص كوب من التوفي اللي عم نجهزه قدامكم واللي هلا بلش يغلي ولا لسه هاد؟ بدا نقطه. اوكي ممتاز. شايفين؟ استيومي زاكي. هيك كفايه صار عندي نص كوب. رح اخلطهم مع بعض شوي شوي ليبدوا يتجانسوا معنا. عادي عادي بسيطه يا رورو. يا رورو كل إشي بالمطبخ بصير طبعا. هيو هيو خليني اشوف اذا في. لا بتعرفي بدي وسك ثانيه. في عندنا وحده ثانيه، خليني نشوف بس وينها او بنستعملها. فبس هاي المقادير كلها انا عم بحاول اخلطها بدون خلاط بس عشان هيك. المهم ايش اهم شيء؟ ايش اهم شيء؟ بتعرفي ايش اهم شيء؟ حراره الغرفه. يا عيني عليك تكون الجبنه الكريميه بحراره الغرفه حتى تنخلط معنا. هي بلشت كلها تتجانس. هي غليت حبيبتي. خلاص نقدر نطفي عليها روان لانه انا بس بدي اياها اول غلوه وبنطفي عليها. شو عملنا هون؟ هون حطينا 400 جرام من الجبنه الكريميه
وحطيت معاهم نص كوب من التوفي اللي أعددناه قدامكم وبردناه، لأنه إذا كان سخن ما بنقدر نضيفه على الجبنة طبعاً، فكتير مهم يكون برد. وحطينا عليهم نص كوب من الكريمة. يا سلام، هاي الأكلات الصيفية الباردة. شو في أسهل من هيك؟ والله شو في أسهل من هيك؟ إيه؟ ديما أنت عمرك عملتي لها سان سيباستيان؟ لا ولا مرة. في حدا إجا عملها أي ثينك، مش عارفة مين، ما ولا حدا من الشفات. أنا ما بتذكر، بتأكد لك بشوف لك موقع. بس والله اعملي لنا إياه، لأنه من أزكى الكيكات اللي فلافي وهيك وفيها طعم بعرفش مميز كثير. شايفين طلعوا كيف صار القوام؟ كل ما بنخفق أكثر أحسن. بس يبدأ يتجانس معنا. هلأ شو بدي أعمل؟ بدي أدخل له شوي من الجوز، يعني نفس الجوز المطحون. ما بدي أستخدمه بس للتحلاق إلى التزيين. طب ليه؟ بحب هيك لو أنت عم تاكلي كله ما يكون في كرنش، يعني زاكي جوا الخلطة. وهيك يا سلام، أمورنا 100%. طيب استني، يلا طبعا انت هاي نندوق. بدنا ندوق. ايش موضوع ال، شوفي لي الحلاوة، هاتي ندوق انا وياك. يلا يلا انا وياك عشان نشوف اذا بدنا نزيد توفي او لا. بسم الله. بتتحمل بتتحمل توفي زاكي كثير، بس بتخيل مع التوفي رح تطلع تمام وحدة. طلع وينها رند الدي سي؟ خلص راحت رند، روحت راح راح. اخفض يا ماما، هاتي انا بعملك. بس كثير الطعم زاكي. استني هلا اللي بيحبهاش كثير حلوه رح يكيف. انا عشان هيك انا قلت نص كوب. عرفتي؟ وما تنسي روان انه فوقهم بده يجي طبقه التوفي. أيوة. فرح يكون اصلا كثير حلو. هلا شوفوا شو بدي اعمل. بس بدي، لانها هاي بارده بتاخذ الشكل راسا، فبدي اكون على القليله موزعتها صح. شايفين؟ وهي الجوز اللي جوا كمان كثير بيعطي نكهه. لا لا، وهلا انا حسيت شو قصدك لما اكلتها. بتحسي بطعمه الجوز بجوا، طعمه كثير زاكيه مع الكريم. وبتقدروا كمان بس بتصير كثير ثقيله بصراحه. تحطوا شوي شوكولاته مدوبه. بس والله شوفي هيك مش زاكي. حاسه انا بدها شوكولاته بصراحة. انا بصراحه لقيتها زاكيه. بعدين انت حاطه لنا اوريدي بالزينه هذا الشيء. شايفين هلا هاي رح ارجع لكم عليها، بلشت تبرد، بتضلها تشد معنا، كل ما بردت رح تشد معنا لا توصل للشيء. بس اكيد انا رح استعمل البارده لانه بقدرش استعمل هاي لسه. هيا طلع، كل ما بردت بتصير متماسكة أكتر. هلأ رح نوزع هالتوفي. أيوة. هاي اللي بتعطي لسه. على فكرة طبعاً عشان هيك بقولك ما تحلي كتير لو ما تحلت صح. عشان هيك بقولك ما تحلي كتير، عشان وأوريدي التوفي هاي طعمها كتير كتير حلو. بس زاكي لا طبق بنصحكم فيه. مش بعدين بسيط يعني صراحة كتير وسريع. سريع وبسيط سريع. رح تعتمدوها طريقه التوفي اظن. في كثير ناس اوريدي صاروا يعملوها. انا تعلمتها منك. حبوها بصراحه واستلطفوها ولا شيء. وصفتنا بتدخل على الثلاجه لمده تقريبا ساعه بتكون صارت جاهزه للتقديم، ما بدها شيء. بس هلا شو اللي بده يعطيها النكهه المضبوطه والطعم الزاكي كمان؟ بدي احط عليها من فوق. بس استني خلينا شوي، بحب انا يكونوا الاكواب بس شوي مرتبين اكثر. طيب هلا رح نحط هاي الشوكولاته اللي هي معروفه طبعا بالتوفي، نغمسها نغزها هيك فيهم. يا الله بدها فنجان قهوه مع الموضوع. يعني عن جد هيك بس تاكلي حلو دغري بيجي على بالك القهوه. وبنرش شوي من الجوز. ايوه اللي حطيناه جوا الوصفه. وصفة بسيطة سريعة زي ما شفتوا، بعشر دقائق بتخلص معاكم. عن جد بسيطة، أحلى من هيك سهلة. إن شاء الله تكون عجبتكم، عن جد هي فظيعة.